الثامن من أبريل. في مثل هذا اليوم من عام 1879، حاكم مصر الخديوي إسماعيل يقرر طرد الوزيرين البريطاني والفرنسي من الحكومة الفرنسية. وفي مثل هذا اليوم من عام 1904، توقيع الاتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا بخصوص تقسيم نفوذهما في الوطن العربي. وفي مثل هذا اليوم من عام 1906، التوقيع على مرسوم يمنح فرنسا وإسبانيا السيطرة على مراكش. وفي عام 1970، في مثل هذا اليوم، القوات الجوية الإسرائيلية تقصف مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية في مصر، وأدى ذلك إلى مقتل 30 طفلاً. وفي مثل هذا اليوم من عام 2005، بدء مراسم جنازة بابا الكنيسة الكاثوليكية يوحنا بولس الثاني في الفاتيكان. وفي مثل هذا اليوم الثامن من أبريل من عام 1992، الرئيس علي عبد الله صالح يجري اتصالاً بالزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ليهنئه فيه بنجاته والوفد المرافق له من حادث سقوط طائرته الخاصة في الصحراء الليبية. وفي مثل هذا اليوم الثامن من أبريل من عام 93، الشركات العالمية بدأت تتسابق على الثروة النفطية في اليمن الموحد، حيث صادق الرئيس الصالح على حزمة من اتفاقيات المشاركة في الإنتاج النفطي مع عدد من الشركات النفطية العالمية. وفي مثل هذا اليوم الثامن من أبريل من عام 2000، الرئيس الصالح عقب زيارة عالمية شملت كندا وأمريكا وإيطاليا والفاتيكان، يصل أيضاً إلى تونس للمشاركة في تشييع الرئيس الحبيب بورقيبة الذي رحل عن 97 عاماً.